السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا جداول لمدة أسبوع لمراجعة الفصل الأول للمراجعة للفرع الزراعي. عندنا هذا أول جدول، وعندنا بدنا يعني نعطي للفرع الزراعي أيضا كمان جدول. عندنا جداول لجميع الفروع، أدبي علمي تجاري زراعي صناعي، أي جدول. عندنا جداول كتير. هلا ننتقل للجدول الاول، وعندنا كمان جدول للناس اللي بحبوش كتير ينوعوا بالفرع الزراعي، عملنا لهم كمان جدول. السبت عربي من الاربعة على الستة ونص، عربي من الستة ونص للسبعة. استراحة بتقدروا تقللوها لربع ساعة او 10 دقايق زي ما بدكم طبعا. من السبعة للتسعة ونص كيمياء، عندنا هون ساعتين ونص. تسعة ونص للعشرة استراحة، 10 لل11 دين. طبعا اذا انتم ما بتناسبكوش هاي الساعات، عندنا طبعا اذا بتناسبكوش هاي الساعات بتقدروا انه تاخدوا من بتقدروا تاخدوا مكملين معكم الفرع الزراعي جداول لمدة أسبوع. يوم السبت قلنا من الأربعة للستة ونص عربي، من الستة ونص للسبعة استراحة، من السبعة للتسعة ونص كيمياء، من التسعة ونص للعشرة استراحة، من العشرة للحداش دين. ننتقل ليوم الأحد. يوم الأحد من الأربعة للستة ونص أحياء، من الستة ونص للسبعة استراحة، بتقدروا تقللوها طبعا. تكنولوجيا من السبعة للتسعة ونص، عندنا هون ساعتين ونص، بتدرسوا تكنولوجيا فيها زي ما بدكم. إذا بدكم مادة أخرى أيضا، إذا إشي متراكم عليكم غير التكنولوجيا، من التسعة ونص للعشرة استراحة. إنجليزي من العشرة إلى الـ11. عندنا يوم التنين إنجليزي من الأربعة للستة ونص، من الستة ونص للسبعة استراحة، من السبعة من السبعة للتسعة ونص رياضيات، من التسعة ونص للعشرة استراحة أحياء، من العشرة إلى الـ11. هذا ليوم التنين. يوم التلاتة، يوم التلاتة كيمياء من الأربعة للستة ونص، من الستة ونص للسبعة استراحة، من السبعة إلى التسعة ونص إنتاج نباتي وحيواني، من التسعة ونص إلى العشرة استراحة. إنجليزي من الإنجليزي من العشرة إلى الـ11. ننتقل لجدول يوم الأربعاء. الأربعاء دين من الأربعة للستة ونص، من الستة ونص للسبعة استراحة أحياء، من السبعة للتسعة ونص أحياء، من التسعة ونص للعشرة استراحة رياضيات، من العشرة إلى الـ11. عندنا يوم الخميس رياضيات من الأربعة على الستة ونص، من الستة ونص للسبعة استراحة، بتقدروا تقللوها. عربي من السبعة على التسعة ونص، تسعة ونص للعشرة استراحة، 10 إلى الـ11 كيمياء. عندنا الجمعة إنتاج نباتي وحيواني، من الأربعة على الستة ونص، من الستة ونص إلى السبعة استراحة، من السبعة إلى التسعة ونص إنجليزي، من التسعة ونص إلى العشرة استراحة وتكنولوجيا، من العشرة إلى الـ11. عندنا أيضا هلا بدنا نصور لكم هذا أول جدول، وبدنا نعطيكم كمان في كمان جدول لمدة أسبوع للفرع الزراعي. عندنا جداول للفرع الزراعي، جداول يومية بالساعات وبالمواد. عندنا جداول أيضا بالساعات لأي صف أصلا، بتقدروا تركزوا فيه على مادة أو مادتين، وزيدوا تحضير طبعا بالفصل الثاني. عندنا جداول لمدة شهر للفرع الزراعي، كتير كتير كويس هذا الجدول اللي 30 يوم لعطلة الشهر، لعطلة قبل التجريب الفصل الأول أو الفصل الثاني، يعني هون استعماله بيكون. عنا داخله 4 جداول اللي بتستخدموا الجدول اللي بيناسبكم. عنا جداول يومية متقنة لـ24 ساعة للفرع الزراعي، وعنا جداول أيضا قلنا بالساعات، وهي جدول الأسبوع لمراجعة الفصل الأول. طبعا عندنا نصائح للفرع الزراعي داخل القناة التعليمية باللغة العربية. عندنا نصائح لمعالجة النسيان للناس اللي بينسوا. طبعا حكينا انه عندنا نصائح لمعالجة النسيان للفرع الزراعي طبعا داخل القناة التعليمية، كيف تتغلب على النسيان. ننتقل للجدول رقم 2 للفرع الزراعي. الجدول هذا للناس اللي بحبوا يركزوا على مادة. عندنا جداول لمدة أسبوع للفرع الزراعي. اليوم السبت عندنا من الأربعة على الستة ونص رياضيات، عندنا هون ساعتين ونص.
طبعا احنا بنشرح داخل القناة التعليمية باللغة العربية الرياضيات، تقدروا تتابعونا، شرحنا مميز وممتاز. طبعا عندنا من 6:30 للـ7 استراحة، تقدروا تقللوها. من 7 إلى 9:30 أيضا رياضيات، من 9:30 للـ10 استراحة، من 10 للـ11 تكنولوجيا. ننتقل ليوم الأحد، عربي من 4 للـ6:30 عربي، من 6:30 إلى 7 استراحة، عربي من 7 إلى 9:30، من 9:30 إلى 10 استراحة، كيمياء من 10 إلى 11. عندنا يوم الاثنين أحياء من 4 على 6:30، أحياء من 4 على 6:30، من 6:30 إلى 7 استراحة، أحياء أيضا من 7 إلى 9:30. عندنا من 9:30 للـ10 استراحة، ومن 10 إلى 11 تكنولوجيا. عندنا الثلاثة إنجليزي من 4 على 6:30، من 6:30 للـ7 استراحة، طبعا قللوها زي ما بدكم انتو حسب ظروفكم ووقتكم. كمان إنجليزي من 7 للـ9:30، و9:30 للـ10 استراحة، أحياء من 10 لـ11. طبعا التكنولوجيا، بالنسبة للتكنولوجيا كتير مهم انه تنتبهوا مع معلمتكم او استاذكم او احضروا عبر النت. طبعا ما ضيعوش عليكم ولا امتحان لا عملي ولا نظري بالتكنولوجيا لأي فرح. حتى عندنا ننتقل ليوم الأربعاء، كيمياء من 4 على 6:30، من 6:30 للـ7 استراحة، كيمياء من 7 إلى 9:30 كيمياء، من 9 إلى 9:30 عفوا لا 10 استراحة. عندنا هون تقدر تقللوها لربع ساعة أو 10 دقايق تكنولوجيا عشان تستفيدوا من الوقت، واللي عليه مواد متراكمة يحاول يكثف دراسته وهيك. هلا عندنا تكنولوجيا من 10 إلى 11. ننتقل ليوم الخميس، دين عنا من 4 على 6:30، من 6:30 عنا من 6:30 للـ7 استراحة، دين من 7 إلى 9:30، 9:30 للـ10 استراحة، رياضيات من 10 إلى 11. ننتقل ليوم الجمعة، 4 على 6:30 إنتاج حيواني ونباتي، 6:30 للـ7 استراحة، بتقدروا تقللوها قلنا، إنتاج نباتي وحيواني من 7 للـ9:30، من 9:30 للـ10 استراحة، إنجليزي من 10 إلى 11. طبعا أنتوا مثلا عليكم مادة متراكمة أكتر من مادة، خدوا وقتها يعني بدل ما تضيعوا وقتكم، بس يفضل لو تراجعوا كل مواد الفصل الأول، وخاصة الرياضيات ركزوا كتير على الرياضيات والإنجليزي لأنه صعب إنه تراكموهم بالآخر. بتقدروا طبعا تلحقوا، عندنا داخل القناة التعليمية عندنا نصائح للمواد المتراكمة، للي عليه مواد متراكمة شو يعمل، عندنا نصائح لتسهيل الدراسة وكيف تدرس أي مادة، وللتغلب على النسيان، وللتشجيع على الدراسة، وللناس اللي بخافوا من الرياضيات عملنا فيديوهين، ورح نعمل للإنجليزي أيضا داخل القناة التعليمية باللغة العربية شو تعملوا كيف تدرسوا. وعندنا فيديوهات لدراسة أي مادة، وطرق دراسية بتسهل عليكم الدراسة وبتقلل عليكم المجهود والوقت طبعا. وأهم إشي إنه تجيبوا معدل وتنجحوا من هاي النصائح، وكتير استفادوا عليها الطلبة. تابعونا بالرياضيات بالقناة التعليمية باللغة العربية، شرحنا كتير مميز، وتابعونا بالقواعد العربي أيضا وقواعد الإنجليزي كمان، الشرح مميز، شرحنا المبتدأ والخبر والممنوع من الصرف والمضارع البسيط والمضارع المستمر، وشرحنا متوسط التغير، قواعد الاشتقاق، المشتقة الأولى، التكامل المحدود، التكامل غير المحدود، القيم القصوى للاقتران، المصفوفة، ضرب المصفوفات، قاعدة كرايمر، النظير الضربي. وعندنا كمان في كمان الدروس، طبعا بدنا هلا نصور لكم الجداول، وبتقدروا تاخدوا انتوا ساعات. احنا يعني عندنا جداول 24 ساعة، مثلا مش مناسب لكم كتير هدول يعني الساعات، تقدروا تاخدوا احنا كيف عاملين المواد بس على ساعات اخرى. انتوا ظبطوا الاشي على حسب ظروفكم ووقتكم، وعلى حسب اذا بتاخدوا دورات طبعا. وقد ما فيكم تقدروا تقرأوا وتكتبوا وتحفظوا وتلخصوا، يعني استعملوا هذه الطرق وتمرنوا، خاصة بمادة الرياضيات، مادة الرياضيات كل ما تمرنتوا عليها أكتر كل ما يعني الإشي كان عليكم أسهل.
كل ما قللتوا تمرين بالرياضيات كل ما يعني صار الرياضيات عليكم أصعب، وبنفعش الرياضيات قراءة، لازم كله تمرين. وإحنا عندنا طرق لدراسة الرياضيات، وأنا بفضل لو إنكم تتبعوا طريقتنا لأنها طريقتنا كتير مميزة. وركزوا على كتابكم وبعدين انتقلوا للأسئلة الخارجية بالرياضيات. عندنا جداول لجميع الفروع، علمي أدبي زراعي تجاري صناعي، أي فرع عندنا إلى جداول.